في الصلاة الربانية بنبتدئ بنركز على تمجيد وتقديس وتعظيم اسم الله، وإنه ملكوته وإرادته ومشيئته تتم في حياتنا. ثم بنبتدئ بالاحتياجات اليومية والاحتياجات الشخصية، محتاجين لتسديد الاحتياجات، وطبعا محتاجين أيضا المغفرة يوميا، طلب القوة والحفظ والنجاة يوميا. ومنرجع منقدس ومنمجد اسم الرب مرة أخرى، ومنختمها بكلمة أمين. اتذكر أن هذه الصلاة ينبغي أن تكون بالتضاع، ونطلب بإيمان عدم النفاق والرياء كالأمم اللي كانوا يصلوا يرددوا كلمات، أو حتى شعب الله اللي كان يردد كلمات مكتوبة وبيختصرها اختصار شديد من غير الفحوى، من غير المضمون، من غير العلاقة الحية. هي دعوة فعلا، إذا أنت بدك تصلي هذه الصلاة محتاج أنك تطلب الرب في حياتك اليوم وتتوج ملك على حياتك.